عودنا ودي رسالة بدي اشتغل شلون عاون اهلي. بدي ادي صلاح بطل المدرسة يا مشان 3 سنين صلاح بطل المدرسة. طب انت قد ايه طبق مشي معي يا مهنا؟ 1000 ليرة. 1000 ليرة شو عم تساوي فيها؟ عم بعطيها لاهلي. طب انت مهنا شو بتتمنى؟ بتتمنى هلا اسمي شو ميتك انت؟ نخلص من الحصار بهالثورة. أهلين. شو اسمك حبيبي انت وياه؟ حذيفة. وانت شو اسمك حبيبي؟ سعيد. يا حبيبتي شو عم تساوي؟ عم فقش حطب لأنه ما معنا مصاري. نشتري. ما معكم مصاري مشان شو؟ نشتري حطب. انت عم فقش حطب لأنكم ما معكم مصاري تشتري حطب؟ طب عم تروح على مدرسة انت ويا حبيبي؟ وقت بيكون في قصف ما بنروح. يعني وقت بيكون في قصف ما بتروح على مدرسة؟ طب حبيبي شو بتتمنى بكره انت تطلع بالمستقبل؟ دكتور. وانت حبيبي؟ استاذ. طب شو بتتمنى هلا يصير؟ انه يهدى الوضع. وانت؟ كمان يهدى الوضع. ليش؟ الوضع. ليش؟ مشان نروح على المدرسة ونعم. شو اسمك انت حبيبي؟ محمد. يا محمد انت عم تشتغل هون؟ ايه. ليه عم تشتغل هون؟ مشان طعم اخواتي. يا محمد انت بالمدرسة؟ ايه. عم تروح على المدرسة؟ ايه. كل يوم عم تروح؟ ها بس يصير القصف ما بروح. طب انت عم تروح على المدرسة بدك تشتغل هون؟ ايه. طب عم تلعب مع رفقاتك انت؟ ليش؟ مشان اجي طعم مشان اجي اكل طعم طعم اخواتي. طب يا محمد انت شو بتتمنى بكره بالمستقبل؟ شو بتتمنى تصير؟ دكتور. طب انت يا محمد شو بتتمنى هلا يصير؟ انه يوقفوا القصف. عم نلعب طابه. ليه عم تلعب هون؟ ما تلعب بملعب تلعب شيء قرمان. رحنا عملوا لنا ملعب صاروا يضربونا وما خلوا لا هاون ولا دنيا الا ما ضربونا. عم نلعب بالحواير هيك احسن يعني؟ مدارس ما رحنا كمان عم يضربونا، اشو هذا؟ بدنا نحن كمان نلعب طابة، بدنا نروح على المدارس، بدنا نقرأ، بدنا نكتب، بدنا مدارس طيب. طب شو بتتمنى أنت يا عودي؟ يعملوا لنا ملعب ومدرسة وهيك. طب شو بتتمنى بكرة بالمستقبل تصير أنت؟ دكتور. أنا بشتغل هون. بجي من المدرسة بروح باكل لقمة بشلح أواعي وبجي برده مشان طعمي أهلي والمعيشة كتير ضيقة عني. يعني أنت يا وليد ما بتروح تلعب مع رفقاتك وتتسلى مع رفقاتك؟ هلا ما وقت لعب بدي طعمي أهلي وشربهم وكل شيء يعني أخي نستشهد وهيك. طب يا وليد أنت شو بتتمنى؟ أتمنى يسقط النظام. إيه. وترجع الحياة مثل ما كانت. طب شو منيتك انت بكره بالمستقبل؟ اطلع دكتور عالي استاذ. يلا هاتوا امام لا بدي نسلم من هون. انا وحيد لاخو انا وحيد انا ابي مستشهدي وعم اشتغل بشرطان الكهرباء بمادة الكهرباء وعم اشتغل يعني مشان انا اكبر واحد باخواتي صبيان ما في حدا يعني لهم معي غيري. طبعا في ظل حالة الحرب والحصار التي نعيشها في الغوطة الشرقية هناك تسرب من المدارس بسبب القصف المستمر واستهداف المدارس. تقريبا لا يوجد إحصائية دقيقة لعدد الطلاب المتسربين كونهم متسربين هنا خارج المدرسة إلا أن هناك تقديرات ربما نقدر تقديرا عدد الطلاب الذين تسربوا عن المدرسة بسبب الحرب والحصار بنسبة الثلث يعني ثلث الأطفال تقريبا في حالة تسرب عن المدرسة. الآن نحن نعيش في حالة حصار. حالة الحصار معظم العائلات معوزة فبعض الأطفال يذهب للعمل ليأتي بشيء ليساند العائلة.
عندنا عدد كبير من الطلاب أولاد معتقلين، أولاد شهداء في عائلات تعرضت للقصف. يعني بالأمس سمعت عن أحد الطلبة أنه نزح من بيته أكثر من 15 مرة، فهذا الطالب بحاجة للعمل، فربما يعمل بعض الأعمال ليعين أسرتهم.